يجري نهر الحضارة الصينية بلا توقف منذ 5000 سنة، وتطبق سياسة الإصلاح والانفتاح بلا تردد منذ 40 سنة. تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، نتقدم على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وشهدت الأمة الصينية النهوض والغنى وصولاً إلى تعزيز القوة. في العصر الجديد يشرق نور الحلم. نتقدم بلا تردد نحو النهضة العظيمة للأمة الصينية. تابعوا السلسلة الوثائقية السياسية بمناسبة الذكرى 40 لتنفيذ الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، الطريق الوحيد.